السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواني الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. معكم أخوكم أشرف خليل من قناة فريلانسر أكاديمي. اليوم شباب راح نتكلم عن موضوع شرح طريقة إضافة الخدمات إلى موقع ديجيتال سيل. الآن أنت أصبح بإمكانك أنك تقدم خدمتك للعالم بكل سهولة إن شاء الله رب العالمين. إذا كنت أنت مصمم أو كنت مبرمج أو كنت كاتب مقالات أو كنت مترجم أو مهما كانت مهنتك ك ديجيتال فريلانسر، الآن أصبح أمامك الطريق أسهل بإذن الله رب العالمين. تستطيع من خلال موقع ديجيتال سيل تقديم هاي الخدمة للناس بإمكانيات إن شاء الله رب العالمين تكون ممتازة، وراح يتم تطويرها إن شاء الله بشكل تدريجي لحين إنها تصل للمستوى المطلوب. الخدمة شباب بكل بساطة هي إنك كيف تقدر تعرض أنت منتج فريلانسر كمنتج على ديجيتال سيل وتقوم ببيعه ونشره للناس بكل سهولة، مثل كتابة المقالات، مثل انك تستطيع اضافة خدمة برمجية مثل موقع فريلانسر ومثل موقع فايفر ومثل موقع خمسات الى اخره من هذه المواقع المعروفة. تقدر الان انت من خلال جروب فريلانسر، ان كنت من ضمن هذه المجموعة المحترمة، اصبح الان بامكانك انك تقدر تضيف هذه الخدمة بكل بساطة. هذه الخدمة شباب الآن راح نتكلم عن بعض التفاصيل اللي بتهمنا عشان تفهموها بطريقة أفضل. هذه الخدمة زي ما انتم شايفين شباب، انت تستطيع انك تدرج اي منتج فريلانسر، تستطيع انك تضيف الباكج اللي انت بدك اياها اذا كانت متعددة الباكج، مثلا بريميوم، ستاندر، بيسك، اللي بدك اياه، تطويرات على الخدمة بكل بساطة. تستطيع التواصل مع العميل او مع المشتري او مع السائل عن الخدمة هاي بكل بساطة. تظهر عندك الخدمة بهذه الطريقة، انك تقدر تضع لها اكثر من خطة، تقدر تضع، طبعا انت بتحكم في هذا الكلام كله شباب، يعني مش شرط انها تكون مثلا بنفس الطريقة بيسك بريميوم ستاندر، ممكن تضعها باكثر من طريقة حسب الخطة اللي انت بتشوفها مناسبة واللي انت بتشوفها تتناسب وتتناسق مع الخدمة اللي بدك تقدمها للناس. تقدر تضع وتضيف وتعدل على الفورم الخاص فيها بطريقة سهلة جدا بإذن الله رب العالمين، حتى تستطيع انك تعرض وتبيع الخدمة. طبعا بالنسبة للمدة اللازمة للعمل انت اللي بتقوم بتحديدها شباب. الموقع بيفضل على نفس كفالته، نفس الجارانتي للعميل، بيكفل هذا العمل لمدة اسبوع بعد استلامه في حال وجود اي خلل. طبعا احنا ما بنقبل اي خلل بكل بساطة، لازم نعرف السبب، لازم يكون في سكرين شوت، لازم يكون في اثباتات، يعني مش بسهول ان انا نتعب الناس وتشتغل وبكل بساطة يجي شخص يقول أنا ما استلمتش أو أنا حصل عندي مشكلة وما تعرفش علي إلى آخره. هاي الأمور كلها تكلمنا عنها فيما سبق، فما تخاف من هذا الموضوع إن شاء الله. لكن اليوم أنت صرت تقدر أنك تضيف هاي الخدمات بكل بساطة، تقدر تضيف كل شيء بخصوص هاي الخدمات، من فيديو، من أوفرز، من أي شيء أنت بهمك وبخصوص هاي الخدمة بتقدر تضيفها. عشان تقدر تحصل على هذا الكلام شباب كله، الموضوع سهل وبسيط. كل المطلوب منك، حتى وإن كنت أنت أصلا مسجل كسيلر داخل الموقع أو مش مسجل وبدك تسجل من جديد، كل المطلوب منك شباب أنك أنت بس تتوجه على ما بدنا من هون، كل المطلوب منك شباب أنك تتوجه على فورم التسجيل Start Selling من هون. حتى لو كنت أنت مسجل وحتى لو كنت أنت لوج إن، نفس الشيء ما عندك أي مشكلة. كل المطلوب منك أنك تتوجه على هذه الصفحة، راح تفتح أمامك الصفحة زي ما أنت شايفها بهذا الشكل شباب. راح يفتح عندك انك انت بدك تقوم بالتسجيل، بتكمل الاجراءات زي ما هي بهذا الشكل. وهون طبعا تقوم باضافة اسمك على الجروب اذا كنت انت موجود بالجروب، او حسابك الفيس الخاص فيك، طبعا الغايات احنا نعرفها. بعد هيك تعمل كونفيرم عادي شباب، امر طبيعي. مباشرة هو بيتم نقلك للخطة اللي انت راح تشترك فيها. راح تجد هون امامك ثلاث خطط موجودين. هذه هي الخطة اللي حنتكلم عنها، اللي هي فريلانسر ممبرشيب، هون سيل يور سيرفيس. انتبه شباب لهذا الموضوع، انه هاي الخدمة او هذا الممبرشيب هو متخصص فقط بالخدمات، يعني ما راح تقدر من خلاله انت تدرج منتج برمجي. يعني ممكن شخص يقول تبي استاذ ليش ما خليتها نفس الممبر، بيقدر يضيف هاي، بيقدر يضيف هاي. لا، لانه في ميزات بتم اضافتها شباب بشكل تدريجي على المنبر حتى تكون مستقلة، ما يصير في أي أخطاء فيها بإذن الله رب العالمين. هذه هي الميزات اللي بتحصل عليها مجرد تسجيلك. التسجيل مجاني بالكل،
بالكامل، ما في أي استحقاقات ولا أي قطعات عليك، عندك عمولة 10% مقابل الخدمات اللي تقدم. بعد هيك طبعا تطلب الاشتراك في الخدمة وبتنتظر لحين التفعيل. مجرد ما تم التفعيل شباب بتقدر تدخل على حسابك زي ما انتم شايفين، هذه هي الخطة اللي انت اشتركت فيها وبتعملها بروسيس، وبعد هيك بتم الانتظار فقط لتفعيل الإدارة. الآن راح نروح مع بعض، طبعا شوف هي طبعا مباشرة بتحولك على هذه الصفحة عشان تعرف انت الشروط والأمور اللي انت بدك تشتغل من خلالها. بعد هيك لو رحت أنا على صفحتي مباشرة، الآن شباب طبعا بعد ما تم عملية ترقية الحساب صار عندي الآن الممبرشيب زي ما انتم شايفين، فري لانسر ممبرشيب، كان سيلفر ممبرشيب أنا حولته على فري لانسر ممبرشيب. الآن المطلوب انك شباب طبعا هذه كل الأمور ما لكش علاقة فيها، بتطلع عندك زيرو إذا كانت حسابك لسه جديد، وإذا كان حسابك أصلا أي ممبرشيب وقمت بتحويله بتضل هذه موجودة على ما هي، ما عندك مشكلة فيها. حتى منتجاتك الموجودة بتضل تتابعها عادي، لكن ما بتقدر تضيف منتجات جديدة إلا بخدمة السيرفيس. المهم بتوجه أنا مباشرة شباب من هون، أنا هذا اللي بيهمني القسم اللي بدنا نتكلم عنه، على Add New Product من هون. نعم بعد ما توجهنا على هذه الصفحة زي ما انتم شايفين شباب هذا اللي بيظهر أمامنا، نفس الصفحة اللي بتظهر أمامك، الفرق بس راح تجد هون الكاتيجوري اللي موجودة عندك شباب اللي هي السيرفيس، تقدر طبعا تختار منها القسم اللي بدك إياه، فيها جميع الأقسام اللي بتخص الخدمات، تقدر تحطها بالقسم اللي بتشوفه مناسب لهذه الخدمة. وبتقدر طبعا من البراند بتقدر تختار ديجيتال سيل، بتقدر انك تخليها بدون اي براند، راح طبعا يتم اضافة براندات باسمائك وباذن الله بعد هيك تصير انت تقدر تضيف البراند باسمك الخاص. بعد هيك شباب طبعا من هون انت من خيارات المنتج، اذا كان عندك في خطط للمنتج انت بحاجة انك تحول من سامبل، تنزل على الخيار الثاني تختار عشان تقدر، يعني ما تخلي الأول تختار الخيار الثاني عشان تقدر تختار عدة خطط تشتغل عليها، وإذا كان عندك بس خطة واحدة بدك تقدمها بتخليها على السامبل برودكت عادي زي ما هو. الآن على السامبل برودكت وضع طبيعي جدا بنفس التفاصيل اللي أنت كنت تشتغل فيها، اللي هي الصورة والتايتل والبرايس والشورت ديسكريبشن والديسكريبشن نفسه، وتختار من هنا الكاتيجوري وتقوم بإضافته بشكل عادي 100% شباب بدون اي اضافات. هنا بتقدر تعدل على البوليسي اللي هي مثلا الشيبينج، ان انا بوصل الخدمة خلال او بتحصل على التفاصيل او بتحصل على موقعك او بتحصل على برنامجك الى اخره خلال 3 ايام، خلال يوم، خلال 4. وهنا بالنسبة للسيرفيس الامر اللي بيتم ضبطه معه حسب الوقت اللي هو بيقوم باضافته، يعني اذا انت قمت هنا وقت تقديم الخدمة 3 ايام فالادارة بتحاسبك على 3 ايام، بينما انت ذكرت هون يوم الإدارة بتحاسبك على يوم. إذا قمت بإضافة عدة خطط كل خطة إلها وقت حسب الوقت اللي انت بتضيف. طبعا الآن الخيار هذا خيار واضح وسهل ما في أي تعديلات، بتقدر طبعا تضيف زي ما تكلمنا أكثر من خطة، بتقدر تختار الخيار الثاني. طبعا الخيار الثاني شو السبب منه شباب مش الأول، إذا كانت عندك كل خطة بسعر مستقل، أما إن كانت خطط ولكن بنفس السعر فبتخليك على السامبل برودكت عادي. في حال اخترت انه عندك عدة خطط بتختار من هون، بتضع التايتل وبتضع الصور اللي بدك اياها بكل اريحية، وبتضع تختار الكاتيجوريز الخاص فيك وبتحط الشورت ديسكريبشن والديسكريبشن، وبتنزل على البراند في حال اخترت نفس البراند، او فيما بعد لما يتم اضافة البراند تقدر تضيف براندك الخاص. لحين ما تصل للاسفل الستوك بتخليها ان ستوك عادي بدون مانجين ستوك، بتخليها على ما هي ان ستوك طبعا لانه هاي الخدمة ما يعني انليمتد بتكون، ما عندك مشكلة. بعد هيك الشباب تنزل هون على الخيار الثاني، بتختار من هون إضافة خيار جديد اللي هي إضافة مثلا زي الألوان والمقاسات إلى آخره، بتختار من هون إضافة خيار جديد وبتسميه باسم الخطة اللي بدك إياها. أنا بدي أعمل على سبيل المثال تيست. الآن هون بيطلب منك أنك تقوم بوضع التفاصيل تبعت يعني أكثر من نوع، مثلا تيست 1 تيست 2 تيست 3 بيبدأوا يظهروا معك بالقائمة. كل كلمة أو كل خطة أو كل خيار لازم يكون بعدي هذا الخيار اللي انت شايفين هذا الصح الواحد اللي واقف هون، هذه العلامة لازم تفصل بين كل خيار وخيار. راح اختار أنا من هون شباب طبعا تيست 1 بعدين تيست 2
بعدين تيست مثلا 3. اوكي هيك يعني عندي انا ثلاث خطط، تيست 1 تيست 2 تيست 3 مثلا. بعد هيك بتوجه على الخيار التالي، مباشره هي راح تقوم بفتح زي ما انتم شايفين الخيارات امامي هون. الان بقدر انا اختار كل خيار، طبعا لو انا اغلقت هذا زي ما انتم شايفين بهذا الشكل بيظهر معي. نترك هون طبعا الديفولت، من هون بختار مثلا اللي هو تيست 1 اللي هي الخطه الرئيسيه اللي هي رقم 1 مثلا. الان انا ببدا من هون، هذه رقم 1 وبفتح من هون. الان بختار كل الخيارات اللي بتخص رقم 1 سواء من السعر، وليكن على سبيل المثال انه انا بدي اعطيها ب 10 دولار مثلا، وخلينا مثلا سوري خلينا طبعا هون اوكي. بعد هيك بنزل مثلا على الديسكريبشن، بحط الخيار، بحط اللي بدي اياه، بدي اتركها فارغه بتركها فارغه ما عندي اي مشكله، بحط الستوك وبحط اللي بعده. بدي احملها صوره خاصه للخطه رقم 2 او الخيار رقم 2 او رقم 1، بعمل لها صوره او بتركها فاضيه زي ما هي. بعد هيك بتجه مباشره على البلس من هون، تفتح عندي واحده ثانيه شباب، بختار من هون تست رقم 2 وبعمل نفس الشيء، بحط لها سعر وليكن 15، وبختار رقم مثلا وبحط له طبعا الصوره والخيارات كامله، وبختار الثالثه وبختار تيست 3 وبحط لها مثلا 20 بهذا الشكل. بعد هيك طبعا الان بكمل البوليسز بالطريقه اللي انت بدك اياها واللي بتشوفها مناسبه، تقدر تضيف البوليسز اللي انت بتشوفها صح لشغلك. انا من هون راح اختار اي سيرفيس مش مشكله، بس احنا عشان نجرب مع بعض كيف بتكون الطريقه. من هون راح اقوم انا باضافه اي، بحط هون مثلا تيست 3. بعد هيك بنزل على الشورت ديسكريبشن تيست، بعمل هون الشورت ديسكريبشن الثاني تيست. الان اصبحت عندي هيك جاهزه، بقدر اعمل ببلش للخدمه، تقدر تشوفها مباشره من هون شباب، تشوفها مع بعض كيف بتصير. هذه هي الخدمه اصبحت بهذا الشكل. من هون بقدر يختار هي زي ما انتم شايفين شباب، تيست 1 تيست 2 تيست 3. هي تيست 2 مباشره هذه 15 بصير هون، هي تيست 3 بصير 20، هي تيست 1 بصير 10. هي الاسعار حسب التيست اللي انت بتضيفها وحسب التيست اللي انت بتعملها بصير هيك. وهنا هو بيحدد عدد الخدمه، اذا كان مثلا برنامج، كان مثلا موقع، كان صفحات، حسب اللي انت بتكون اضفته. بهذا الشكل بيظهر زي ما انتم شايفين شباب كامل. بلس شباب هون طبعا هذا التست زي ما انتم شايفينه الديسكربشن. الان احنا راح نتكلم كيف ممكن نضيف اكواد اخرى عشان نقدر نحسن من جودة المنتج. طبعا هذا الكلام كله انا اضفت لكم اياه شباب بشكل مستقل. لو نزلتوا انتم للاسفل من هون نشوف مع بعض، راح تجد هون في عندك شورت كود. هذه الشورت كود شباب لو دخلت عليها بهذا الشكل عشان اختصر عليك انا عفوا، راح تجد هون انه البوكسز شورت كود موجوده كلها هون، كل شورت كود موجود التخصص تبعه، بتقدر تعدل عليه بالطريقه اللي بدك اياها، تنسخ الكود اللي بدك اياه وتعدل بالطريقه اللي بتشوفها مناسبه، بتقدر تشوفهم هون. طبعا بيتم تحديث هاي الاكواد باستمرار واضافتها حسب اللي راح نحتاجه بشغلنا. ولو اي حد كان طبعا ذو خبره وطلب امور معينه برضه بيقدر يقوم بطرح بوست فيها، وانا ان شاء الله بقوم بتامينها وتوفيرها عشان تكون كلها متوفره. هذه البوكسات كلها اللي انت ممكن تحتاجها، زائد انه في بعض الامور انا بعمل عليها مجرد ما جهزت برضه بقوم باضافتها. كل المطلوب منك انك تنسخ الكود اللي انت بدك اياه، اي كود انت بدك اياه بتقدر تنسخه من هون. على سبيل المثال لو نسخت هذا الكود مثلا بهذا الشكل، بتقوم طبعا هذا الكود هي بدايته وهذا نهايته بس، وانت بتقوم بتعديل المعلومات اللي هون بالطريقة اللي انت بدك اياها. لو قمت انت بنسخه كامل اللي هو نفس هذا الكود مثلا، نفس هذا بيطلع، بتقدر انت تعمل كوبي من هون وتروح من هون وتضيفه بس بالديسكريبشن بالمكان اللي بدك اياه، اسفل الديسكريبشن بعد نص معين من الديسكريبشن بالمكان اللي بدك اياه، وتعمل سيف من هون بهذه الطريقة. راح تجد طبعا شباب انه بيظهر معك بهذا الشكل زي ما انتم شايفين. هذا هو، لو رجعنا احنا من هون اخترنا طبعا هي نفس المنظر اللي انت شايفه،
لو انت اخترت مثلا اي شيء بدك اياه، لو هذا البوكس مثلا انت بدك تختاره تقدر تختاره انت من هون، هذا البوكس اللي بدك اياه. طبعا عندك هون في ستايل رقم 1 2 3 4 زي ما انت شايفهم من هون، 1 2 3 4 هذول هم. الملاحظة المهمة شباب اللي بدي انبهك الها، انه لما تقوم باضافة الكود هون بهذا الشكل، لو تركته انت بهذا الشكل راح يظهر على شكل كود. عشان يظهر البوكس اللي بدك اياه هون راح تجد في سبيس، طبعا انا عامل سبيس هاي عشان يظهر عندك الكود، بس ترجع هذا السبيس مكانه، راح يكون هون في سبيس، بس رجع هذا السبيس مكانه. لو انا خليته بالسبيس راح اوريك اياه كيف راح يظهر، راح يظهر على شكل كود. شوفوا لو رحنا هون وعملنا ريفرش للصفحة، هذا هو ظهر معنا على شكل كود زي ما هو. طيب لو رجعنا احنا هون شباب مرة ثانية وشلنا بس السبيس هذا اللي موجود ورجعنا هون بالاسفل وعملنا سيف ورجعنا هون عملنا ريفرش، راح تجد شباب انه تغير الشكل وصار بهذا الشكل تايتل اوف بوكس. بتقدر تعدله بالطريقة اللي بدك اياها. هذا الكود اللي انتم شايفينه اللي احنا قصدناه من هون، التايتل اوف بوكس هذا هو تايتل، بتقدر تعدله من هون. الستايل بتختاره من هون معك من 1 لـ 4 اختار بدك اياه. بعدين بيجي هون النص للاخر، هذا هو النص كامل من هون لعند نهاية الكود. هيك انت بتقدر تعمل بدك اياه. انا بدي احطه وليكن رقم 2. شوف كيف ممكن يتعدل من هون، ونغير كلمة التايتل اوف بوكس تيست نعملها بس عشان تشوف انها بتتغير من هون بهاي الطريقة. بروح انا بنعمل ريفرش برضو، تغير الشكل زي ما انتم شايفين شباب، صار تايتل اوف بوكس تيست، هذا هو النص اللي بتقدر تكتبه هون. جميع الاكواد اللي موجودة هون شباب، كل المطلوب منك بس هذا السبيس اللي بيكون موجود هون تشيله عشان يشتغل معك بشكل سليم 100%. هذا بكون مع ايكون، بتقدر برضو تختار اللي بدك اياه من هون. في عندي من هون طبعا هون نفس الشيء، هذا اللي هو الورنينج التحذير، في عندي المسج بوكس، في عندي كثير طبعا انت بتقدر تتحكم فيها. هون في الوان كثير، في خيارات شباب موجود تقدر تختارهم. راح اضيف لك انا طبعا باذن الله رب العالمين اكواد كثير راح تجدها بهاي الصفحه، يعني راح يطول حجم هذه الصفحه شباب، راح تكون بتلم اكواد كبير كثير كثير عشان تشتغل معك. راح اخذ انا هذا البوكس اللي بخص هذا عشان تشوفوها معي مع بعض، راح انسخه من هون شباب زي ما انتم شايفين، هذا هو الكود كامل من هون، بعمل له كوبي وبروح برجع هون مباشره بحذف هذا واضيف الكود هذا زي ما انتم شايفين، بس بكون حريص اني اشيل السبيس اللي موجوده هون اللي في البدايات شباب، هيا تجدها في البدايات زي ما انتم شايفين. عدل طبعا اللي بدك اياه من هون، كل المعلومات تقدر تعدلها بطريقتك. طبعا هذه يعني هي عباره عن خدمات برمجيه، خدمات مواقع الى اخره، فاكيد انتم راح تكون هذا الامر عليكم جدا سهل. بعد هيك تعمل اوكي، بتروح على الموقع تعمل ريفرش، وبهيك شباب زي ما انتم شايفين بيظهر معنا بهذا الشكل هذه الخطط. بتقدر تغير انت بالمسميات بالطريقه اللي بدك اياها. فيما بعد ان شاء الله رب العالمين قريبا جدا راح يتم اضافتهم داخل لوحه التحكم الخاصه فيك من هون، تقوم باضافه فورم، يعني بس تختار الفورم اللي بدك اياه وهو بيطلب منك الخيارات. يعني ان شاء الله شغال عليها انا باسرع وقت ممكن، راح تكون ان شاء الله مفعله عندكم. لحين ما تجهز بتقدر تستخدم هذه الاكواد زي ما اتفقنا، وبتقدر تستفيد منها بالطريقه اللي بدك اياها. راح تجد كثير اكواد انا كل يوم بحدثها وبجددها لحين ما انتهي بس من البوكسز تكون جاهزه كتولز داخل لوحه التحكم، بحيث انك تقدر من هناك تضيف اللي بدك اياه. هيك شباب بتقدر تبدا وتشتغل وتعرض خدماتك بطريقة سلسة، بطريقة سهلة بإذن الله رب العالمين. أتمنى يا رب يكون الأمور واضحة إن شاء الله. ملاحظة أخيرة شباب، جميع المنتجات الآن أصبح في فورم بآخر كل منتج زي ما أنتم شايفين. في حال أنك أنت واجهت لا سمح الله مشكلة مع هذا المنتج وبدك تحذر غيرك منه وبدك تعمل ريبورت في هذا المنتج، تقدر تنزل للأسفل وتذكر هون الأسباب وتعمل سند ريبورت، بوصلنا مباشرة تنبيه أنه في برنامج موجود على الموقع مش كويس او ضار او في مشاكل او الى اخره. بشوفكم ان شاء الله على خير باذن الله رب العالمين بالدرس القادم، ان شاء الله يكون في فائده للجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.